بتصميم يشبه الآيفون وبذاكرة 256 بسعر 125 ألف عراقي. نعم هذا جهاز من ايتل اقتصادي، الايتل A70. هذا الجهاز اللي يجي بشكل الآيفون تماما من الظهر، الذاكرة 256 والرام 12 جيجا اللي يجي بسعر 84 دولار ما يقارب 125 ألف عراقي. إذا شفنا الشاشة 6.6 من نوع IPS LCD، هذه الشاشة تحوي على ميزة الدايناميك بار اللي تعرض لك إشعارات الشحن. بالنسبة للمعالج من يونيسوك T603 اللي يلبي كافة استخداماتك اليومية. مع هذا الجهاز يجينا بعدسة أمامية هي 8 ميجا بكسل، أما العدسة الخلفية راح تكون 13 ميجا بكسل. ذلك الجهاز يحتوي على بطارية 5000 ملي أمبير مع منفذ USB Type-C. كل التفاصيل راح تلقونها على قناتي على هذا الجهاز، فشنو الأشياء تحتاجونها ذكروا ليها بالتعليقات إن شاء الله بالمراجعة الكاملة أرد عليكم. تحياتي لكم.